New and emerging therapy in acne and rosacea. اتفضلي يا دكتوره. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بعد دكتور ماجد ما بعرفش مش هنعرف نتكلم بعد دكتور ماجد. بيقول كل حاجه حلوه الحقيقه واسلوبه شيق جدا. لو ايه وبعد فيلم الكرتون خلاص انا تقمص شخصيه دكتور ماجد حقيقه. لا لو فيلم كرتون وبعد الفيلم محاضره وفيلم ابداع يعني. تسلم يا دكتور ماجد على المحاضره. شكرا يا دكتور احمد. طبعا احنا المحاضره دي احنا هنتكلم عن واتس نيو ان اكني اند روزيشيا. ايه الابديتس اللي موجود في الاكني وفي الروزيشيا بالنسبه للتريتمنت؟ بتقابلنا المشكله دي كتير جدا بتاعه الاكني. عندنا ريزيستنس احيانا, بناخد وقت طويل, احيانا يحصل اريتيشن, عندنا الانفلاماتوري اكني ساعات بيواجهنا فيه مشاكل كتيره معاه, بناخد وقت طويل, وبعدها بوست اكني الرسيمه, المشاكل دي بتواجهنا كتير جدا. طبعا الايزوتريتينوين مبدئيا قعقر, انا بعتبره يعني كل واحد ليه حاجه كده, ده الصاحق المحق بتاعي حقيقي. دكتور ماجد سايكلوسبورين والاكزايمر. دكتور نوح عشان بس انا اتفق معاك في الايزو ده أيزو. حاجه حقيقه الايزو ده حللنا ازمه كبيره جدا, ازمه كانت مأثره على الكواليتي اوف لايف بتاع ناس كتير قوي, ناس اللي عندهم اكني وعندهم مشاكل في حياتهم, بالاضافه للاوفليبل يوز بتاعه اللي احنا بنستخدمه كتير جدا. لكن احنا النهارده هنتكلم عن الابديتس في الاكني وروزيشيا في التوبيكال وفي التوبيكال وفي السيستم. الحقيقه التوبيكال بقى فيه حاجات مختلفه جديده جدا. هنبدا اول حاجه مع التريتينوين او ريتينويد. ده بيقلب منين يا شباب؟ من قدام كده. تمام, ده عنوان محاضرتنا كده. هنتكلم عن ايه بما انت شفت المحاضره قبل ما نبدا يعني. طيب التوبيكال كومباينيشن, الحقيقه من الحاجات المنسيه جدا, ويمكن احنا واحنا صغيرين نواب زمان كنا دايما نتعلم كده نشوف يقول لك البانوكسيل 5 جل, حاجات ما بقتش موجوده دلوقتي. دايما البنزايل بروكسايد يعني ده جولدن تولز, دايما اولدز جولد زي ما بنقول. البنزايل بروكسايد كانت من الحاجات الكويسه جدا جدا وبتدينا ريزلتس كويسه في الانفلاماتوري اكني تحديدا, وحتى كنا بنستخدمه في الكوميدون الاكني كومبايد مع التوبيكال ريتينويدز وكان بيدينا ريزلتس كويسه قوي. ما عادش موجود في مصر او ناقص, وان كان دلوقتي بدا يبقى في حاجات جديده نرجع ليها. بره موجود البنزايل بروكسايد, كل الجديد فيه بقى عاملين له كومباينيشنز مع الاريثرومايسين ومع الادابالين ومع التريتينويد. ده بيحسن الافيكاسي وبيقلل التايم بتاع التريتمنت. لو جينا بصينا هنا هنلاقيهم عاملين كومباينيشن مع الاريثرومايسين 3% والبنزايل بروكسايد 5% والادابالين 0.3 مع البنزايل بروكسايد 2.5%, وبرده التريتينويد مع البنزايل بروكسايد. هم ليه بيعملوا الكومباينيشن؟ اولا عشان يعملوا سينرجيستك افكت, ده واحد, كمان عشان يقللوا الاريتيشن او السايد افكتس اللي بتحصل من البنزايل بروكسايد, لانه دايما كانت الكومبلين الموجوده الاريتيشن اللي بيحصل بعده كتير جدا, ما عادش موجود مع الكومباينيشنز دي قليل. بالاضافه بقى عاملين حاجات جديده انه البيز بتاعت التريتمنت بتاعه التريتينوينز اختلفت دلوقتي, بقى يعملوا بيز فيها جليسرين, بقى يعملوا فيها هيدريتنج ايجنتس, كمان الهيالورونيك اسيد. كان دكتور نوح بيكلمنا في محاضره امبارح وقلت له الهيالورونيك اسيد بقى داخل في كل حاجه, داخل في السان سكرين وداخل في الايموليانس. ده كمان يا دكتور نوح مدخلينه كبيز للريتينويدز, للتوبيكال ريتينويدز, عشان يقلل الاريتيشن اللي بيحصل ويحسن الهيدريشن. طيب بقى عندي فورس جينيريشن ريتينويدز, حاجه اسمها تيريفروتين. بالمناسبه هو لسه في حاجات مش موجوده طبعا في مصر, لان وان كان الكومباينيشن اللي اتكلمنا عنه في الاول موجود. التيريفروتين ده فورس جينيريشن ريتينويدز, وده بيشتغل على الريتينويك اسيد ريسبتورز. اتفضل حركه تقول حاجه. طيب تمام كده. وده سيلكتيف بايندنج, وهو موجود في فيس 3, برضو موجود بره قريب الحاجات دي كلها هتتوفر. الجماعه بتوع شركه الاندلس, الحقيقه المحاضره دي يعني هي سبونسرد بالاندلس, واحنا دايما بنبقى واضحين كده لما تكون محاضره سبونسر بنقول احنا بنتكلم عن ايه, لان احنا بنقدم علم مبدئيا يعني. بس انا عايز اقول كلمه طيبه في حق الاندلس وانا شغال كده. من الجينيريشنز القليله اللي ممكن تعتمد عليها النتلوك في مصر كمولوكيول الايزوتوتونويد, اعتقد حضرتك تتفق معايا في ده. دايما بيبقى عندنا مشاكل في الجينيريشنز, يعني دايما البراند تلاقيه هايل, نيجي نجرب بقى الجينيريشن في حاجات توبيكال بدون ذكر اسماء الحاجات كتيره, تلاقي الريزلتس مش حلوه وما نحبهاش. لكن ده جينيريشن الحقيقه تقريبا قريب من البراند اللي هو نيتلوك, والريزلتس بتاعته كويسه جدا, ودي من الحاجات الكويسه قوي انا بشكركم عليها. بس بطلب منكم بقى حاجه بالمناسبه, شوفوا لنا التوبيكال ده برده معايا محتاجين. تمام, الكومباينيشنز اللي قلنا عليها في الاول انا ممكن اسرب لك الحاجات دي يعني بفلوس خد بالك. تمام, والفورس جينيريشن ريتينويدز لان هو معمول بمولوكيولز وبطريقه تقلل الاريتيشن وبالتالي تخلي استخدامه اسهل بالنسبه لنا. هو بس مشكله الايزوتريتينوين احنا بنقابل فوبيا,
فوبيا من البيشنت. تيجي انت هتكتب لي العقاري، يا ده يا دكتور انت هتكتب لي الدواء الفلاني، لا انا مش عايزه. فدي مشكله كبيره. وانا بس حابب انوه عن حاجه ودايما بقولها في الايزوتريتينوين، ان الايزوتريتينوين از مولكيول هو داس اكزيست ان نيتشر، هو مش سينسيتك على فكره. علشان كده هو الكلاسيفيكيشن بتاعه فيرست جينيريشن ريتينويدز، زيه في نفس الكلاس بتاع الريتينول والريتينال الدهايد اللي هي الصور الموجوده جوه الجسم بشكل اكبر. لكن عندي صورتين موجودين انترتشينجبل فورم، اللي هو الايزوتريتينوين والالي تريتينوين. عشان كده الالي تريتينوين ده رغم انه مش موجود وما بنسمعش عنه الا ان هو فيرست جينيريشن ريتينويدز. بعدين تصنيعيا بقى بداوا يصنعوا بناء على النسق الكيميائي ده، يعملوا اروماتيزيشن فيعملوا سكند جينيريشن والثيرد جينيريشن انتهاءا بالفورس جينيريشن. فهو التركيب الكيميائي للايزوتريتينوين اللي هو 13 سيس ريتينول، التركيب الكيميائي بتاعه ده موجود جوه الخلايا بس في انترتشينجبل فورم، يعني موجود شويه وبعدين يرجع للصوره بتاعته اللي هو الريتينال الدايت شويه وهكذا. تمام. هو طبعا انت يعني زي ما حضرتك قلت هو موجود ناتشرال، وبدا يحصل تعديلات على الاتريتين على الاتريتينيت، وده وصلنا لمرحله اللي احنا بنتكلم حتى في الريميشن تايم او في التايم الشيدنج تايم اللي المفروض نستوب الدراجز قبل ما يحصل بريجننس. الناس اللي بتاسكنج الفيرتيليتي بقينا نتكلم دلوقتي اب تو بره بعد الليتريتشرز بتقول لك 15 يوم، واحنا ماشيين على شهر يعني كلنا. كان الاول 3 سنين، وحتى الاسيتريت اللي هو يعني نقول الجناح الثاني تمام بتاع السيستميك ريتينويدز بقينا نتكلم في سنتين، ودلوقتي بقى في ابديتس هتطلع قريب قوي اتكلموا في سنه وست شهور. تمام. نيجي بقى للهايبوكلوراس اسيد عشان التايم بتاعنا ده. انتي مايكروبيال فيشيال كلينزر، دايما احنا بنعتمد في الفيشيال كلينزر في حالات الاكني ان احنا ناخد حاجات فيها ساليسيليك اسيد، ناخد حاجات فيها كلها حاجات كيراتوليتك. ومعظم ناس كتير جدا بيبدا يحصل لها اريتيشن مع هذا الكلام، تلاقي الدكتور انا بعد ما حطيت الكلينزر وشي اتحرق. طب ما احنا عندنا حاجه منسيه ومهمه جدا، الهايبوكلوراس اسيدز الانتي مايكروبيال ايجنتس، الحاجات دي بتشتغل على البكتيريا، بتشتغل جنرالي على الفيروس والفانجس والسبورس، لكن هنا ليها رول في الاكني. ايه هو؟ بتشتغل از انتي انفلاماتوري وبتقلل الماست سيل ديجرانيوليشن، وبالتالي ممكن نستفيد منه في حالات المايل تو مودريت اكني از كلينز مع التريتمنت بتاعي. طيب الماينوسايكل، الماينوسايكل ده انا يعني هو الساحق المحق بس مش في مصر للاسف، مش موجود ما اعرفش ليه. من الحاجات المهمه جدا سيستميك وتوبيكال في الاكني وفي الروزيش، ومن الحاجات اللي السايد افكتس بتاعتها مش موجوده. يعني انا بدل ما افكر ادي تترا سايكلين يا دكتور نوح، انا لو عندي الماينو سايكلين هو احسن عشان اتجنب السايد افكتس اللي ممكن تحصل مع التترا سايكلينز، الريزلتس بتاعته احسن. كمان هو لايبوفيليك فالابزوربشن بتاعه عالي جدا وبيبنتريت السبيشيس يونتس، وبالتالي اقدر اشتغل بيه توبيكال. عشان كده هو موجود في فورمز جل وفوم توبيكلز. طبعا هو عندنا في مصر لا سيستميك ولا توبيكال، فبرضه نداء لشركات الدواء المحترمه ان احنا نوفر حاجات تساعد العيانين بعيدا عن حاجات الكوزموتيك اللي هي متوفره كتير جدا. طيب تعالوا بقى نتكلم في حاجه مهمه، وانا اعتقد الفتره الجايه كلها هتبقى ايره جديده جدا وهنلاقيها كتير قوي، النيو توبيكال انتي اندروجينز. دايما احنا بندي خاصه العيانين بقى اللي عندهم زي السها سندروم مثلا، اللي بيبقى عندهم اندروجينيتك الوبيشيا مع اكني مع هيرشوتيزم وعندهم بي سي او، بنفكر نديهم سيستميك انتي اندروجين، بنديهم سيبروترون اسيتيت، بنديهم مثلا بندي كمان حاجات زي الجلوكوفاج والحاجات اللي هي الكلام ده كله. طب ما تيجوا نفكر بقى في التوبيكال انتي اندروجين عشان نتجنب السايد افكتس اللي بتحصل مع السيستميك ثيرابي وبنشوفها كتير قوي. عاملين حاجه اسمها كلاسكوتيرون، استاذتنا دكتوره مايا كانت بتتكلم عليه امبارح في المحاضره بتاعه الهير، تعالوا بقى نتكلم عليه هنا في الاكل. تمام. الكلاسكوتيرون 1% ده بريفرال انتي اندروجين، بيشتغل على الاندروجين ريسبتورز. هنشوف ايه البنفيتس بتاعته دلوقتي. هو توبيكال وبالتالي بيشتغل على البريفرال اندروجين ريسبتورز، بيكومبيت مع الاندروجين ريسبتورز ويعمل لها بلوكج، كل ده توبيكال. فبالتالي كل السايد افكتس اللي بتحصل مع السيستميك ثيرابي مش موجوده. زي ايه السايد افكتس اللي هي بتحصل؟ اولا هو مش هيعمل انهيبيشن للفايف الفا ريدكتيز، وبالتالي السيستميك سايد افكتس مش موجوده. كمان مش هيربلي بيديسبليس الدي اتش تي من البايند، كمان بينهبت بقى الاكشنز بتاعته، بينهبت السيبم برودكشن والسيتوكاينز، فالريزلتس بتاعته هتكون احسن. ده بص على الافيكاسي بتاعته هنا بيقول لك ايه، بيقول لك انه الافيكاسي بتاعته اعلى من حتى من الفينسترايد اللي هو احنا كلنا وكنا بنتكلم دايما في الجزئيه دي في حالات الاندروجينيتك الوبيشيا في الفيميلز. يا دكتور احمد احنا ليه ما بنديش
الفينسترايد للفيميلز مع انه المفروض نديه. طيب الساري سايكل ده جينيريشن جديد نارو سبيكترا من التترا سايكل، وطبعا يعني استاذنا الاستاذ الدكتور عصام بيه موجود معنا في المحاضره، يعني اكتر حد علمنا التترا سايكل يعني بكل الانديكيشنز بتاعته بكل السايد افكتس اللي ممكن تحصل معاه بالميكانيزم اوف اكشن. نتكلم بقى عن الساري سايكل ده نيو جينيريشن من التترا سايكلينز نارو سبيكترا. فكرته ان هو بيتاخد وانس ديلي وبيتاخد وذر وذاوت فود، دي كل الادفانتج بتاعته. كمان هو ويت بيزد دوز، كمان ممكن نديه من سن 9 سنين، فهو من الحاجات الكويسه جدا في الانفلاماتوري اكل. وبرده الحاجات دي كلها موجوده، يعني احنا مش بنتكلم في حاجه لسه هتتعمل، احنا بنتكلم في حاجات موجوده وربما مش موجوده عندنا، لكن لازم نكون عارفينه على الاقل لما يبقى موجود نقدر نستخدمه بشكل كويس، او الشركات تقدر تعمل لنا ده، او لما يفتحوا باب الاستيراد بقى. نيجي بقى للنقطه مهمه جدا، وفي النقطه دي برده يعني هتناقش فيها مع دكتور نوح، الاكني كونتروفيرس. تمام، عندنا بقى حاجه مهمه قابلتنا كتير واتكلمنا فيها، ويمكن الى حد ما حسم الامر فيها، بس بقى فيها ابديتس. تمام، دكتور نوح جالك مريضه في العياده ماشيه على سيستميك ايزوتيتونين، ماشيه على نيتلوب. تمام، وبتقول لحضرتك يا دكتور نوح انا عايز اعمل هير ريموفل. طيب انا عندي سكار وعايز اتعامل معاه بالفراكشنال ليزر. طيب انا عندي ميلازما وعايز اعمل بيلينج، راي حضرتك ايه في هذا الامر؟ تمام، طيب هو ابتداءا كان الاولد ليتريتشر بيتوتالي بان ساتش بروسيدرز في العيانين اللي بياخدوا ايزوتريتيناين، لكن الكلام ده اتغير ومن زمان بقى، يعني الليتريتشر اللي احنا بنقوله دلوقتي ده ادم من 2018. خلاص احنا عندنا الفرصه انك تشتغل، بس برضو في بين قوسين كده نقطه، يعني خلاص حتة ان انت تبان ان العيان اللي هو ماشي على نيت لوب كده لا مش هتعمل بيلينج مش هتعمل ليزر، اتلغى هذا الكلام، نقدر نعمل له بس بشروط، فهي تبقى اون كيس باي كيس ابروتش، ما نقدرش نعمم الكلام برضو. طيب ايه الميزان بتاعي؟ الميزان بتاعي هو ميزان كلينيكال مش بايوكيميكال، يعني انا ببص على المريض وبنظره وبشوف الابيديرمال بارير بتاعه عامل ايه، بمعنى لو في كلينيكال ساينز اوف ابيديرمال بارير ديرنجمنت او بايز او انه في مشكله يبقى مش هشتغل. لو الابيديرمال بارير كويس كلينيكيا يعني يبقى هشتغل. طب ايه بقى انا هعرف ده ازاي؟ العين اللي بياخد مش بس دراينس، العين اللي بياخد نيتلوك احيانا تلاقي عيان كده مدبوح في الحته بتاعت الرقبه كده او في مكان الساعه، عنده الريتينويد ديرموباثي او الريتينويد اكزيما، بدا يطور اكزيما عنده في المناطق الاحتكاك، ده مش هتشتغله. طيب العيان اللي عنده مالتيبل بويلز يقول لك انا من ساعه ما اخذت النتلوك يا دكتور قدح وانا بدا يظهر دمامل في جسمي، ده كلينيكال كلو ان الابيديرمال بارير بالسلامه مش كويس هنا، فيبقى مش هنشتغل. يبقى عندك حاجتين، والحاجه الثالثه لو في دراينس بس مش في الجلد قوي لان هو كده كده بيعمل في العين، يعني لو وصل لمرحلة ان عين المريض حمراء في كونجنكتيفايتس محتاج دروبس لعينه، يبقى كل دي كلينيكال كلوز ان انا مش هعمل كده. لكن لو ده مش موجود والعيان دوينج جود على الجرعة بتاعت حضرتك للنيتلوك، نقدر نعمله سوبرفيشيال بيلينج مش ميديم دبث، نقدر نعمله فراكشنال ليزر، نقدر نعمله مايكرو نيدلينج، ونقدر نعمله ليزر هير ريموفل، وكل ده الليفل اوف ايفيدنس فيه عالي دلوقتي، وبقى في زي كونسنسس ان انت تقدر تشتغل الكلام. تمام، يبقى انت حركنا وقت عن جزء مهم جدا، هو احنا مش معنى انه بقى في دلوقتي الاونس او ابروفل ان احنا نقدر نشتغل كل البروسيدجرز مع الايزوتيتونين ان اي حد فينا يقدر يعمل ده. لازم حضرتك يكون عندك الاكسبيرينس الكافيه اللي تخليك تقدر تخلي العيان ماشي على سيستميك ايزوتيتونين مع البروسيدجرز اللي حضرتك هتعمله. دكتور وليد حضرتك عايز تقول حاجه؟ تمام بالظبط، وانا بقى هي دي النقطه اللي انا كنت عايز اقولها دكتور وليد بيه، انه حتى مش بس الليزر او البروسيدجرز مع السيستميك ايزوتيتونين، يعني انا لو عيان عنده دراينس وهكتب له سيستميك ايزوتيتونين، انا فروم دي 1 بدي له ايموليانت دلوقتي، يعني انا روشته الايزوتيتونين بقى ملحق بيها الايموليانت من اول سطر في الروشته، بكتب ايموليانت رقم 1 وبفهم العيان، لانه الدراينس
مع لو انا طلعت للسن اكسبوزد مثلا تمام ممكن يحصل بوست انفلاماتوري هايبر بيجمنتيشن. لو اي حطيت اي حاجه تعمل دراينس عايز اقول لحضرتك الميك اب حاجات بتاعه الميك اب اللي بتحطها دي تمام احيانا نفسها بتعمل دراينس وبتعمل بوست انفلاماتوري هايبر بيجمنتيشن. فالهايدريشن بتاع السكن خاصه الفيس ده مهم جدا بصرف النظر عن البروسيدجر. طيب نيجي للبروسيدجرز. دكتور نوح قال لنا شرح لنا الموضوع عشان نلخص القصه كلها. حضرتك لازم تتشيك العيان كويس تشوف العيان ده اصلا مهيئ ان انا اعمل له البروسيدجرز دي او لا. ده احنا لما بنعمل بيلينج يعني ما بنيجي نتكلم دكتور احمد في الكيميكال بيلينج وبنشرحه بنقول لازم نعمل برايمنج كويس الاول للعيان من غير حاجه خالص. لازم نحضر العيان علشان نعمل له البيلينج. فما بالنا لما يكون بياخد دواء الدواء ده بيعمل له درايز تمام. النقطه طيب. كمان يا دكتور احمد بس ان احنا الكونسنسس بس في اخر الكونسنسس قال العيان بتاع الاكني اللي بياخد ازيتريتينوين وين بي سبجكتد تو بروسيدجرز must be an expert dermatologist. تمام. يعني ما فيش حد يبقى بيجنر ويدخل على عيان بياخد ازوتريتينوين. هيلاقي السايد افكتس اعلى بكتير. مظبوط. تمام. طيب الليدوس فورمولايشن دي اتعملت بره هي ميزتها يعني كل الفكره البسيطه فيها ان هي بتتاخد على امبتي ستوم. بس دي فكرتها ببساطه يعني اتعمل عليها ضجه كبيره جدا 3 4 سنين بداوا يتكلموا عليها في الامريكان وفي اليوروبيان وفي الاخر قال لك اصلها بتريليز الميديكيشنز اوفر تايم في الانتستين اس ار فورموليشن يعني فبالتالي ممكن نديها من غير اكل. لكن مشكلتها انه غالي جدا 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 ومش يعني صعب جدا نتوفر في مصر ان اسعاره اعلى من اسعار الايزوتريتينوين التراديشنال اللي عندنا في مصر بكتير قوي. لكن برضو بما انه في ابديتس وفي فورموليشن جديده فاحنا بنقوله لحضراتكم عشان يبقى عندنا فكره عنه. البلات تيست مونيتورنج الابديتس اللي فيه برضو ده كنت عايز انوه عنه. الفكره دلوقتي بقى يتكلم بيقول لحضرتك لو العيان بتاعك عملت له قبل ما تبدا الدواء عند زيرو تايب عملت له اللاب بتاعه وطلع اللاب بتاعه كويس ممكن نعيد بعد شهر تاني تمام. لو هو كويس ما عندوش مشاكل خالص انت ممكن ما تعيدش قبل 3 شهور. كنا الاول بنقول لازم كل شهر نعمل انفستيجيشنز تمام ما عادش ده ممكن نعمله. كمان بيتكلموا ان الكرياتين كاينيز والجاما جلوتاميل ترانسفيريز ممكن يبقى ادق من الاي اس تي والال تي. مازال الكلام ده كان في الامريكان اكاديمي 2019 الاخير الابديتس ده والناس في الكونسنسس متفقين عليه. لكن مازال في ناس شغاله على المدرسه القديمه بتاعتنا اللي هو بنعمل الاي اس تي والال تي وانا ما زلت عليهم الحقيقه لان احنا في مصر برضو يعني ما ينفعش تنقل نقله كده مفاجاه من غير ما نتفق عليه. طيب الدايت يعني عشان نعدي هو بيتكلم على السكيم ميلك وعلى الهاي جلايسيميك دايت ان احنا نقللهم شويه تمام. الميكروبيوم مهم قوي كان بيتكلم عليه استاذنا الدكتور اسامه عرفه امبارح في السيشن بتاعه البيدياتريكس على قصه البروبايوتكس وبرده دي من الايرا الجديده في التريتمنت. البروبايوتكس بتشتغل على بتقدر ما يعني مش بتضر الهيلثي فلورا او الهيلثي سكن فبيتكلموا عليها انها مهمه لان الانتيبيوتكس بتاثر على الهيلثي سكن. الميكروبيوم امبالانس بيعمل بارير ديفكت وبالتالي بيقلل يعني ما بيعملوش بقى انتي انفلاماتوري رول بالشكل اللي احنا عايزينه. انما البروبايوتكس لا ده هي بتعمل بالانس مع الهيلثي سكن وليها انتي انفلاماتوري افكت. فالبروبايوتكس من الحاجات المهمه اللي بتحل لنا المعضله دي. فبدل ما ندي انتيبيوتكس ممكن يبقى معانا بروبايوتكس. انا بس عايز اضيف حاجه يمكن تحسن من البراكتس شويه. هو الميكروبيوم هنا بيتاثر بايه؟ بالسكن بي اتش. يبقى دور على الكلينزر على طول. طب المشكله ان احنا ساعات في بعض الناس بيكتبوا استنباط روشتات. انا هكتب مثلا نتلوك او هكتب ايزوتريتينوين او هكتب واتيفر يعني واقوم كاتب الكلينزر بقى بتاع الاكني. ده ابروتش من وجهه نظري خاطئ جدا لان انت كده بتعمل اوفر اند اوفر دراينس والبي اتش بتاع الجلد بيعلى بدل ما هو المفروض يعني يبقى 5.5 بتلاقي لا 6 و7. فده بيبدا يلعب كمان على الميكروبيوم وبيخلي البكتيريا مور ريزيستنت. احنا يمكن هنا موجوده عندنا احنا بنمنتين اللو سكين بي اتش دي مهمه. أيوة جدا. أيوة. بس دكتور نوح لفت نظرنا لحاجه مهمه ان احنا ما بناخدش بالنا اصلا من فكره البي اتش خالص لا في الكلينزر ولا في التريتمنت ولا حتى احنا بنشتغل البيلينج ما بنبصش على الكيب بتاع البيلينج سواء اللي احنا محضرينه او جايبينه ونشوف البي اتش ايه. وده من الحاجات المهمه قوي انه دايما بنمنتين لو بي اتش للسكن. هنعدي بقى الجزء ده بس عشان هياخد مننا وقت شويه عشان عايز اروح للروزيشيا كده اقول فيها كام حاجه سريعا تمام. الاكني والليزرز بس عشان ده يعني ايه يعني دايما بين الوهم والحقيقه يعني تمام. هو هل الليزر ممكن نستخدمه يحل لنا مشاكل الاكني؟
يعني قولا واحدا اه ولا لا؟ لا ما فيش حاجه اسمها اه ولا لا. هو ايه الميكانيزم في اكشن بتاع الليزر في الاكني وممكن يعمل لنا ايه وبيساعدنا في انهي نوع من الاكل؟ تمام. الليزر ليه اكتر من ميكانيزم، ليه فوتوثيرموليتك افكت تمام، وليه فوتوثيرمال افكت تمام. الثيرموليتك افكت اللي هو ايه هنقوله دلوقتي. نبص على الحاله دي، حاله انفلاماتوري اكني بالمناسبه، وكانت بتتعالج بالاندياج ليزر. اوكي وصلنا الريزلتس دي، والاندياج من الحاجات الكويسه قوي في الانفلاماتوري اكني والبوست انفلاماتوري الرسيمه. ليه بقى؟ تمام. نشوف بقى في الميكانيزم اوف اكشن هنا. السيلكتيف فوتوثيرموليسيس اوف بلاد فيسلز، بيحصل كواجوليشن للبلاد فيسلز، ده بيقلل الانفلاماتوري ريسبونس وبيقلل البريشر على السراوندنج تيشو، وبالتالي بيقلل البين وبيقلل الانفلاميشن عن طريق الفازو كونستريكشن اللي حصل، وبالتالي هيقلل البوست انفلاماتوري الرسيمه. طيب ايه الميكانيزم الثاني عندي بقى بنقول عليه فوتوتوكسيك او بكتيريال افكت، ان هو الثيرمال افكت اللي بيطلع من الليزر اصلا ليه دايركت افكت على البكتيريا. تمام. وده موجود اهوت، اللي هو الديب هيتنج اوف ليزر ايميتنج في الميد انفراريد رينج بيشتغل على او على الكولاجين كمان، وبالتالي بيحسن لنا الانفلاماتوري الرسيمه بتاعه الاكل. الروزيشيا بقى سريعا عايز اتكلم عليها سريعا بقى، هنمر السلايس عشان الوقت برضو، عشان مش عايزين يحصل ديلي كبير عشان الناس تلحق تاخد وقتها في المحاضرات بتاعتنا. لو جينا بصينا على السب تايبز والفيريانس بتاعت الروزيشيا، الصورة هنا موضحة كل الأنواع. عندي التلانجكتاتيك ريسيم أو الإرسيمتو تلانجكتاتيك روزيشيا، عندي البابلوباستر روزيشيا، عندي الفيمتاس تايب، عندي الأوكرا روزيشيا، كمان عندي فيريانت تمام من روزيشيا. لو جينا بصينا هنا احنا قلنا التايبس بتاعتنا والفيريانس، الجرانيولوميتاس روزيشيا من الحاجات المهمة بننساها. ليه بننساها؟ عشان ساعات ما بناخدش بالنا من التشخيص بتاعها، لأن هي مش على إرسيمتاس بيس تمام، هي عبارة عن تندر أو نون تندر فيرم بابيولز، بتبقى موجوده دايما هنا على اللور فيس، ومفيش الريسيمتاس بيز اللي احنا متعودين عليها نشوفها في الروزيشيا. فمهم ما ننساش التايب ده من الروزيشيا، لانه ساعات بنشخصه على انه جرام نيجاتيف بكتيريا او جرام نيجاتيف فوليكولايتس، مهم ما ننساهوش. طيب الدايجنوزس كلنا عارفين، يعني ممكن كلينيكال، وطبعا الهيستوباثولوجي بيفيدنا جدا، والديرموسكوبي بقى هو اهم حاجه عايز الفت نظركم ليها، لانه بالديرموسكوبي انا ممكن اقول ان الحاله دي حاله روزيشيا وما احتاجش للهيستوباثولوجي الا لو انا عايز اتاكد بقى او ايه، يعني اقطع الشك باليقين زي ما بيقول. تمام. في حاجه مميزه قوي في الديرموسكوبي هنا، الحاجه اسمها البوليجونال بلاد فيسلز. تمام. انا عايز البوليجونال ابييرنس اللي هو البلاد فيسلز اللي هي بالشكل اللي احنا شايفينه، الشبكه اللي حاصله دي بتبقى عامله زي المضلع اللي هو التمانيات ده. تمام. لو حضراتكم بصيتوا هنا اهو، انا بس عشان البتاع ده بعافيه شويه، يعني زي الشكل اللي حضراتكم شايفينه ده كده تمام، وهنا اهوت تلاقي الشكل ده مميز جدا وباثوجنومينيك لحالات الروزيش. فاذا شفنا الشكل ده في حاله كلينيكالي سجستد انها روزيشيا، يبقى انا بكونفيرم بالديرموسكوبي. دي من حاجات الديرموسكوبي المهمه، وزي ما كنا بنقول من شويه ان الديرموسكوبي تولز مهمه قوي، لازم يكون عندي في العياده، هيفيدني في حالات كتير قوي، هيوفر عليا مجهود، لانه مش كل الحالات الحقيقه بنقدر نعمل لها درماتوباثولوجي او هيستوباثولوجي. في حالات بترفض وفي حالات بيبقى صعب نبعتها وعلى ما ناخد العينه ونبعتها، لكن ده لا ينفي دور الهيستوباثولوجي ان هو مهم جدا جدا. بس على الاقل اذا ما شخصناش بالديرموسكوبي، فانا هحط ديفرنشال دايجنوزس اخلي الدرماتوباثولوجي يبني عليه التشخيص بتاعه، ان احنا ناخد قرار في الاخر ايه هو التشخيص. الديرموسكوبي انا حبيت اعمل لحضراتكم هنت عليه عشان نشوفه، لو حد حب يصور السلايد يصورها مفيش مشكله. طيب خلاص انا شرحت وقلنا خلاص الحاجات اللي احنا بنشوفها، تعالوا بقى نروح للتريتمنت كده سريعا. معنا وقت قد ايه؟ دقيقتين يعني. بس في ابديتس مهمه بالنسبه للتريتمنت كده، كنا دايما يا دكتور نوح نتعلم كده ونقول للناس اوعوا تشربوا قهوه، اوعوا تشربوا شاي، اوعوا تشربوا بيبسي، تمام؟ ما تاكلوش حاجات حراقه. الكافينيتد كوفي، الناس اللي بتحب القهوه يعني ده خبر جيد بالنسبه له، تمام؟ القهوه بتحسن الروزيشيا مش بتقلل الروزيشيا، وده كلها ابديتس موجوده في الامريكان اكاديمي، يعني ابروفد انها معتمده بالنسبه لهم. عايز بس اكد على حاجه مهمه، تمام؟ احيانا مع روزيشيا بيبقى فيه كارديو فاسكولار ديس اوردرز بتحصل، مهم ان احنا نلنك ما بين الروزيشيا وخاصه كمان حالات الاوكولار روزيشيا مع الكارديو فاسكولار. لما تجي لك عيانه عندها اوكولار روزيشيا او عندها روزيشيا في اللونج تايم، حضرتك تبعتها لحد كارديولوجيست وتقول له من فضلك بص لي على العيانه دي، اعمل لها
اي سي جي او اعمل لها ايكو واطمني عليها، لانهم وجدوا انه في هاي لينك ما بين الروزيشيا وما بين الكارديوفاسكولار ديس اوردرز. كمان بيتكلموا على الجي اي تي ديس اوردرز اللي هو السيلياك والكرونز ديزيز. نروح على السيستميك ميديكيشنز. احنا هنتكلم بس على الحاجات المهمه اللي احنا محتاجين نعمل عليها ستريس، تمام؟ انا هاخد منكم يمكن 3 4 دقائق زياده بكتير. يعني السان سكرين ما ننساهوش، مهم جدا لعيانين الروزيشيا، لان الشمس او السان اكسبوز بيأجرافيت الموضوع، فمهم جدا ناخد بالنا. السان بلوك، الصوب فري والبي اتش بالانس اللي اتكلمنا عليها لسه وشرحناها، يعني جاء كلام عنها اهو. الموجستورايزيشن مهم جدا، الايموليانت وبرده اتكلمنا عليه وقلنا ان الايموليانت من الحاجات المهمه، تمام؟ طيب خلاص قلنا دي. كمان بعدها واتس نيو بقى الميديكيشن. ايه الجديد بقى بالنسبه للميديكيشن؟ في حاجات كتير معظمنا يعرفها بس يمكن احنا ما بنستخدمهاش او ما بنعملش الكومباينيشن، تمام؟ الصوديوم سلفاسيتاميد من الحاجات المهمه اللي ممكن نستخدمها. الازالايك اسيد مهم جدا، والازالايك اسيد بقى ليه رول كبير جدا في الاكني، وبقى كمان بيشتغل از انتي اندروجين، مش بس انتي انفلاماتوري، عشان كده هو مهم جدا في العيانين اللي هم بنقول عليهم بيستخدموه في الاي جي اي كمان. اتفضل. ده جديد بقى، يعني من الحاجات الجديده ان هو اصلا بيستخدموه في الاي جي اي، واحيانا بيبقى موجود في ميكس، بس يمكن ده موجود بره مش في مصر، مع المينوكسيدل، لان هو بيشتغل على البريفرال اندروجين ريسبتورز برضه. التوبيكال ميترونيدازول، عايز اقول لكم خبر حلو ان الايفرزين كمان بقى موجود عندنا في مصر، الايفرميكت موجود عندنا جل، مش يعني احنا بنستخدمه، كنا دايما نستخدم اللوشنز بتاع بنستخدمه للبودي عشان السكيبز والحاجات دي والبيداكيلوزيس، وكان بيعمل اريتيشن وكانت مشكله الحقيقه، وبنقعد نقول للعيان وشك هيحرقك، بقى موجود في فورم جل في مصر، فدي من الحاجات الكويسه جدا، تمام. البروميدين طبعا والتوبيكال اوكسيميتازولين. احنا بس انا يعني هنقول بسرعه التوبيكال ريتينويدز، التوبيكال كالسينيورين انهيبيتورز، الماكرولايتس، البنزايل بيروكسايد، البيرميسرين، حركه عارفين ده كله، بس عايزين نقول حاجه مهمه هقولها لكم دلوقتي، ان كل طيب من الروزيشيا بنعالجه بشكل مختلف. يعني علاج الباستول البابيلو باستول روزيشيا غير الريسيموتوتلانجكتاتيك تايب، غير الفايمتاس تايب، غير الاوكرال روزيشيا، هنقولها حالا. السيستميك بقى البيتا بلوكر، الانتي بايوتكس طبعا اهمهم، طبعا قلنا الماينوسايكلين والتتراسايكلين، السيستميك مترونازول، الايزوتريتونوين. عايزين برضو نتكلم شويه، نعمل هنت على الايزوتريتونوين في روزيشيا، انه من الحاجات اللي بتساعدنا جدا في روزيشيا. طب انهي طيب من روزيشيا هيساعدنا اكتر؟ ها حد يقول؟ ها البابلو باستولار تايب، الايزوتريتونين هيساعدنا لانه بيشتغل انتي بروفراتيف، بيشتغل انتي انفلاماتوري، فاحنا ممكن نستخدمه. ده من الاوف ليبل يوز بتاع الايزوتريتونين اللي بنستخدمه بشكل وبيدينا نتائج كويسه، ومن البدائل المتاحه، لان السيستميك ثيرابي الحقيقه بدا في الروزيشيا من الحاجات القليله، مش كتير. يمكن عندنا التوبيكال في فاريشنز كتير اتكلمنا عنها دلوقتي، لكن السيستميك مش كتير، فعندنا الايزوتريتونين ممكن يساعدنا في الروزيشيا خاصه البابلو باستولار تايب. والفايمتاس تايب على فكره برضو ده موجود في الجايد لاينز بتاعه الفايمتاس تايب بلو دوزز. طيب جينا السيستميك اهو، بنتكلم ماينوسايكلين، البوتيولينام توكسين من الحاجات الكويسه، ودكتور نوح يمكن ليه تجربه او بيبر كمان هو نشرها على البوتيولينام توكسين اللي هو البوتوكس في الروزيشيا، تمام. لو ما فيش وقت اشرح لكم بقى بنستخدمه ازاي والميكانيزم بتاعه ايه. الليزر الاندياج ليزر برضو من الحاجات اللي ممكن نستخدمه في روزيشيا وهيساعدنا جدا، لان هو هيشتغل على الارسيما، والبالس الداي ليزر كمان يا دكتور نوح هيشتغل على الارسيموتوتلانجكتاتيك تايب بشكل كويس جدا. فانا عندي اوبشن الليزر الاي بي ال المانسي، اللي عنده اي بي ال في عيادته وركنه زي، بس انا مش ركنه، انا شغال بيه الحمد لله، اللي عنده اي بي ال وركنه في عيادته طلعوه عشان تقدروا تستفيدوا منه جدا جدا في حاجات كتير، من ضمنها الانفلاماتوري اكني، من ضمنها الروزيشيا، وفي السكارز، وفي حاجات تانية كتيره جدا. طيب خلاص احنا يعني مش هنشرح الحاجات دي عشان الوقت، انا بس ايه هقول لكم على حاجه. تعالوا بقى هنا، انا جالي حاله فلاشنج وارسيما. كنا زمان تقسيمه الروزيشيا زمان متقسمه ديجريز، يقول لك الستيج الاولى هيحصل ارسيما، وبعدين هيبدا يحصل تلانجكتيزيا، وبعد كده يحصل بابيلو باستولا، وبعد كده قال لك لا ده كل واحد طيب مختلف عن الثاني خالص، وممكن يبقى من فروم ذا ستارت عندي بابيلو باستولا روزيشيا، فروم ذا ستارت عندي ارسيموتلانجكتاتيك تايب. فلازم التريتمنت هيختلف من حاجه لحاجه، تمام. لو جينا انا جاي لعيان يا دكتور نوح عنده فلاشنج وعنده ارسيما، تمام، لو هو مايل تو مودريت
هندي البرومودين كريم ليه؟ لان هو فازو كونستريكشن. تمام، هندي الاوكسيميتازولين. تمام، ليه برضو؟ لان هو فازو كونستريكشن، فده هيقلل لي الاوريثيما وهيقلل لي الانفلاميشن، وبالتالي الاوريثيما اللي موجوده والتلنجكتيزي هتبدا تقل. لو انا عندي حاله اوريثيما زي كده فانا ممكن اشتغل عليها لو هي مالت مدرب بالتوبيكال مع الاندياج ليزر مع الاي بي ال. يعني لو عملت كومباينيشن من التوبيكال مع اي انسترومنت من دول موجوده عندي، اي ماشين موجوده من دي عندي في عيادتي، يعني عايز اقول لك ان انت بنسبه كبيره جدا ممكن تساعد العين انه يتحسن. ودي فكره بقى انه اعمل ايه. يعني انا مش بس روشيت حافظها وبكتبها العيان، ممكن يكون عندي الاي بي ال، ممكن مش عند حضرتك، ممكن عندك اندياج مش عندي، ممكن اكتب التوبيكال بس، او لو في حد مكان فيه ريفيرال سنتر تقدر تبعت له المريض يعمل له الاندياج او يعمل له الاي بي ال لو مش عند حضرتك، مش عيب ابدا. وما نقولش انه هيروح فالعيان مش هيرجع تاني، لا، ابعته لاي حد من زملائك وكلمه في التليفون وقول له العيان هيجي لك عشان عايز اعمل له سيشن كذا 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 مع التوبيكال اللي احنا ماشيين عليه. طيب التلانجكتيزيا اهو، يمكن انا لسه كنت بقول لكم الليزر سواء اندياج او بلس الداي ليزر او اي بي ال. تمام، طبعا عايزين نتكلم على فكره اللي بنقول عليها بقى السكليروثيرابي. السكليروثيرابي برده من الحاجات اللي احنا في الجلد كتير مننا يعني ما هوش بروفيشنال فيه وبينساه وما بيستخدموش كتير، مع انه مهم جدا. انا بستخدمه في الفاريكوز فينز خاصه لو احنا في المايل تو مودريت ديجري، والريزلتس بتاعته كويسه قوي على فكره. الناس اللي بتعرف تشتغل ومتعلمه كويس بيدينا ريزلتس هايله جدا. بل احيانا يا دكتور نوح احنا بنبريفيرت على الليزر علشان البوست انفلاماتوري هايبر بيجمنتيشن اللي ممكن يحصل مع الليزر. طيب خلاص احنا فاضل لنا حوالي 2 سلايدز بس ونكون خلصنا. بابيلو باستولار تايب، لو هي مايل تو مودريت انا هدي الصوديوم سلفاستيمايت او السلفر لوشن او التوبيكال ازلايك اسيد او المترونيدازول جل او الايفرميكتين كريم. كل الحاجات اللي هي ليها انتي بروفلاتيف ميكانيزم او انتي انفلاماتوري افكت تقدر تساعدني في البابيلو باستولار تايب. طيب المودريت والسيفير بقى هنا بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن السيستميك دوكسي سايكل، ولو عندي الماينوسايكلين هيكون احسن كمان. وبقى عندي حاجه اسمها الساري سايكلين دلوقتي اللي هو قلنا عليه، كنا بنقول عليه من شويه النارو باند، سوري اللي هو النارو سبيكتروم يعني تترا سايكل. تمام، كمان بقى الايزوتريتونين ممكن نستخدمه في التايب ده. الفايم بقى هو بيتكلم عن اللودوز ايزوتريتونين لسه قايل لكم عليها من شويه، اللي هي بتدي اللودوز ايزوتريتونين. بالمناسبه مش كتاب مكتوب فيه 10 ملي جرام يا دكتور نوح، عشان الناس بس فاهمه الجزئيه دي غلط. احنا معظمنا فاهم ان كلمه لودوز ايزوتريتونين ان انا اجيب روشته كده واروح كاتب ايه اللي هو النت لوك باي نيم، لان هو الوحيد اللي موجود في مصر فهنقولها موجود منه 10، صح كده؟ النت لوك 10 ملي جرام. لا، اللودوز 0.3. تمام، 0.3 ملي جرام بالكي جي، فانت بتحسب على وزن العيان، فممكن اللودوز بتاعت العيان دي تطلع 20 ملي جرام، ممكن تطلع 40 ملي جرام لو العيان 120 كيلو مثلا، يعني في عيانين كده. تمام، ممكن 0.3 لو العيان 80 90 كيلو، وده الافرج اعتقد بتاعنا كلنا من 70 ل 80 كيلو الاوزان المعتاده، فلازم نبقى عارفينها بنحسبها بالملي جرام بالكي جي وليس بالدوز بتاعه علبه الدواء اللي في ايدينا. تمام، الابليتيف ليزر السيرجيكال ريموديلنج. انا بس عايز اقول حاجه واخد رايك فيها دكتور نوح، الفيمتاس تايب حضرتك بتفضل فيه السيرجيكال انترفينشن؟ في الحقيقه احنا ساعات بنحاول بالفولي ابليتيف ليزر الاول، يعني بالابليتيف ليزر نعمل مره مرتين وبيجيب نتائج كويسه جدا. تمام، لو الحاله ريسيستنت او مش مستجيبه للابليتيف ليزر لا ممكن نعمل لها سيرجيكال انتر. طيب حضرتك بتعمل كومباينيشن ما بين التريتمنت مع الابليتيف ليزر ات ذا سيم تايم؟ طيب اوكي، الاوكيلار روزيشيا ما تنسوهاش. الاوكيلار روزيشيا حضرتك لازم تبعت العيان لحد من زملاء حضرتك اوفثالمولوجيست عشان يبص على الحاله ويديله تريتمنت كويس، توبيكال تريتمنت كويس. بنعمل ليد هايجين، بنعمل لوبريكيتنج اي دروبس. بمناسبه اللوبريكيتنج اي دروبس والارتفيشال تيرز احنا بنكتبها كتير قوي مع السيستميك ايزوتريتونين، وانا دايما بكتبها في روشته. بنسال عيان على حاجتين اللي بياخد سيستميك ايزوتريتونين، حضرتك عامل ليزك قريب او ببلان انك تعمل ليزك؟ لان هو لو عامل ليزك قريب ما يفضلش. انا مش قبل 6 شهور بدي سيستميك ايزوتريتونين لو هو عامل ليزك. طيب لو هو بيبلان انه يعمل في فتره التريتمنت بقول له لا، اختار حاجه من الاثنين، يا اما تاخد السيستميك ايزوتريتونين يا اما وما تعملش تاجل عمليتك، يا اما تعمل وبعد 6 شهور تيجي. طب لو هو عامل وعدى عليه 6 شهور او حتى مش عامل وبيحصل دراينس، انا بدي الارتفيشال تيرز.
خلاص احنا تقريبا خلصنا التيك هوم مسج هنا. بس اللي احنا عايزين ناكد عليها بالنسبه للروزيشيا تحديدا، احنا عندنا الكومبينيشن ثيرابي هو الحل الامثل في روزيشيا، لانها من الحاجات الريزيستنت جدا والمتعبه جدا واللي بتاخد معانا وقت طويل، هو كرونيك ديزيز الحقيقه. فدايما عندنا تولز كتيره نستخدمها، اذا كان توبيكال او سيستميك او اذا كانت انسترومنتس ممكن نعملها. اتمنى انا كده يعني خلصت التوك بتاعي، اتمنى اكون قدرت افيد حضراتكم بيها. شكرا. نشكر حضرتك، نشكر حضرتك يا دكتور احمد على المحاضره الشامله، يعني انت رجعت لنا ثيرابيوتيك اوف روزيشيا كلها، فبنشكر حضرتك شكرا جزيلا. دلوقتي انا بدعي الفاكولتي بورد للليزر سيشن، يكونوا معانا الاستاذ الدكتور منى عطوه، دكتوره اميره امام، استاذ الدكتور وليد البلاط. تفضلوا حضراتكم على الجلسه.